خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم همزه، نتوما اللي كنتو طالبين عليها. جبنا لكم ابارتمون كبيره. شنو هي هاد الابارتمون؟ هيدا الابارتمون ديال اليوم جات حدا مرجان. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش فين جات بالضبط، جات في طريق الرباط او ما يسمى بشارع الجيش الملكي، قريب من برانس الثانيه، قريب من مجمع الحسني، قريب من ملعب بن بطوطه، وقريب من سونتر في مع ليتوني الجداد. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هيدا، الابارتمون تقريب ليها جميع المرافق العموميه، عندها بقاقة دي فارماسي وجميع المواصلات قريبة ليها. شحال فيها المترات عندها؟ المساحة ديالها 86 متر، جات سفلية والعمارة فيها سانديك والكاميرا سيرفيونس. كتباع بالفرش ولا خاوية؟ كتباع بالفرش. ابارتمون كتباع بالفرش ديالها وسفلية كيفما كنتو طالبين نتوما، ويلا نكتشفوها جميع ما تمشيو فيه. ويلا نكتشفو جميع الشقة ديال اليوم. لابارتمون ديال اليوم كيف ما قلنا لكم كتباع بالفراش اللي فيها، يعني هادشي كامل اللي شفتو غيبقى ياك هيدا، كلشي غيبقى. غيبقى كلشي ما عدا التلفازة والنبيرة. هادو اللي غتديهم وليداتهم. اما لابارتمون راه مفرشة كيف ما شفتو، مع الدخلة كاين السيجور وكاين الصالون. وعاد لابارتمون شحال فيها من شومبر؟ فيها دو شومبر ووحدة سيتوا. دو شومبر وحدة سيتوا، عاد كوزينة والحمام، وفيها هاد السيجور هذا اللي هنايا كيف ما شفتو. هاد الفراش غادي يبقى هنايا، هاد الفصالة ديالها جات مفرزة، يعني الصالونات بوحدهم والبيوت بوحدهم. صراحة الله جات مفتوحة على بعضيها، عجبني أنا هاد الفصالة هادي، يعني كيف ما قالت لكم هندا فيها جوج ديال البيوتا، واحد البيت صغير وواحد البيت صغير، يا إما كيف ما قالت لنا فاتي نقدروا نعملوا دريسين، يا إما نقدروا نفتحوه على بيت آخر ويزيد يكبر. فكرة مزيانة. أو تا هيدا ملي كتكون لابارتمون مفتوحة على بعضها كتكون مشمسة ومهوية في نفس الوقت. أبارتمون خاص ليا راها مشمسة وداخلكم مشمسة، أكبر دليل أن مكاينة لا غمولة لا كحولية والو في السقف. وهنايا كاين الصالون ديال لابارتمون اللي كيفما كتشوفو ضايب خمسة ديال السداد والكتار ديالو، وعاد كاينة طبلة كبيرة. بالنسبة للناس اللي غادي يشريوها بالفرش راه غادي تاخدو معاها هاد التفريشة هادي كيفما كتشوفوها، ومغيزول منها حتى حاجة. بترية بكلشي. بترية بكلشي. لابارتمون كيف ما شفت ليا فيها الشبابك ديال الحديد، يعني كامله دايره بشبابك ديال الحديد، حتى الطيقان عملهم ديال الالومنيوم، يعني بدلات حتى الطيقان. يعني ابارتمون مصلوحه، فيها هذا النوع هذا ديال الصباغه، فيها هذا النوع ديال الكتاره. هي فاتي كدي طي لكم شويه في الفراش. كيف ما قلنا لكم هذا لابارتمون جات ليا فيها 86 متر. فين جات هيدا؟ جات حدا مرجان. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش مرجان او الموقع ديال المرجان فين جا، ديال طريق الرباط، هو جا في شارع الجيش الملكي، قريب من ملعب بن بطوطه، قريب من مجمع الحسني، قريب من زياد، وقريب من برانس الثانيه، ومن اهلال، وحتى السونتر في مع ليتوني الجداد. قريب من هذا الشيء كامل. وكيف ما قلنا لكم فيها 86 متر. ودابا يلا نكتشفوا باقي الشقه. هنايا كنلقاو الشومبر الاوليه. الشومبر الاولى هادي هم عاملينها على حساب العواول الصغار. بالحق بامكانكم انكم بالنسبه للناس زعما اللي غادي يشريو فراش ويزولوها يعاودوا التفريشات، امكانكم انها تعدلوها شومبر برينسيبال ديال الوالدين. شومبر كبيره، يعني جات تهز الكاما ديال جوج الناس كوكيتات ديالها، وهاد الماريه مثلا يقدروا يعملوه في البيت ديال العواول الصغارين، وهنايا كتبقى شومبر كبيره. بالحق بالنسبه للناس اللي غادي يحتفظوا بهاد التفريشه هادي، راه الفراش اللي كتشوفوه راه باقي جديد ما مكرفش ومزعون، حتى الماريا شفتو معدل من نوع ديال اللوح الخشب اللي ثقيل، يعني ماشي هذاك الخفيف. كيف ما كتلاحظوا في الطاقه حتى هو مبدله، اللي عامله الالومنيوم، عامله شبابك ديال الحديد، يعني ابارتمون مصلوحه 100%. وكتاخذوها سفليه، يعني بالنسبه للناس اللي غادي يكبر بها الحال وغيبغيو شي حاجه سفليه. وابارتمون الموقع ديالها شغزال، موقع ممتاز بصح، قريب لكم مرجان، قريب لكم طوكسيه، حداكم بقاقه، لان شفتهم اللي كنا غير داخلين شفنا بقاقه لو سوبر مارشي، يعني كلشي مرافق العموميه كاملين كاينين. ودابا نشوفوا بيت النعاس الثاني والثالث اللي ديال لابارتمون بهم اللي كاينين هنايا.
علينا هو هذا بيتنا عساني كيف ما كتشوفوا هنايا عاملينه بيت الكلاس بيت الكلاس. بالحق نتوما يمكنكم انكم تردوا مثلا بيت النعاس والاخرى لا شوم اخرى قلت على حساب دريسينغ نقدروا نردوا هذا دريسينغ خاصه بهذا بيت النعاس هذا ممكن هنايا كيف ما الشرا داير بسداد الكتاله ديالو وعاد كاينه الطبله ديال التلفازه التلفازه اخوتي هذه التلفازه ما غتبقاش هي لا هي التلفازه والنيبره كنزيدو ناكدوا عليهم غادي تسديهم ولا لابارتمون والباقي ديال الفراش غادي يبقى كيف ما شفتوا هذه هي الشومبر الثانيه اللي هنايا عاملينها بيت الكلاس وعاد منها كتخرج لا شومبر الثالثه وبالحق كيف ما لاحظتي اه انت تبارك الله راه ما كاين لا كحوله لا موليه لا والو يعني واخا هي لابارتمون سفلي مي ما كتقبل ما كيكحسكم ديال ما والو خاصه انها ما صبغاتها شي زعما هذه مده طويله اه عندك الصح وهنايا عاد كاين الشومبر الثالثه اللي كيف ما كتشوفوا هنايا فيها كاما ديال الشخص واحد مع الماريو ديالو يعني اذا كان عندهم احتياج بيت ثالث يقدروا يخليوه يقدروا يخليوه مثلا يعملوا كاما فوق كاما على حسب العواستيت وين اه ما كانش عندهم احتياج بشومبر الثالثه يا اما يفتحوها على البيت تولي كامله مفتوحه او لا يعملوه دريسينغ دريسينغ على حسب الاحتياجات ديال الانسان اللي غادي يشري لابارتمون وكيف ما قلنا لكم هاد لابارتمون راه جات في الظهر ديال اذا قريبه المرجان ديال طريق الرباط طنجه فيها 86 متر وجات السفليه ودابا نمشيو نشوفوا الباقي ديال الشقه على حساب الحمام والكوزينه من بعد ما شفنا الشومبر الثانيه او الثالثه ديال هاد لابارتمون هنايا كاين الكولوار اللي كيجمع ما بين الحمام والكوزينه هنا كولوار طول بامكاننا ان نستغلو مثلا نعملو شي فيترين او شي رفوفة هيدا اللي فيهم مكتوبه ولا الكوادروس بصح الكولوار جاني واسع وعاد هنا كاين الحمام ديال لابارتمون اللي هي متوسطو بين لافابو تواليت والدوشا الحمام اللي تاهو تبارك الله المساحه ديالو كبيره يعني هو الدوتشة بالنسبة للدوتشة اللي بغى الناس يعملوا لي كوليس بإمكانهم ياك وي بإمكانهم يا إما يعملوه عادي ديال الألومنيوم أو لكن كيتباعوا واجدين مثلثات كيتهزوا كيتحطوا وغادي يبقى لكم ديما الحمام نقي وها الطواليت كيف ما كتشوفوا راه في السقف ديالها ما كاينش البرودة نهائيا لا ما كاينش مرة نهائيا البرودة علاش حيت أبارتمون خاص فيا باش تكون مشمسة مشمسة ومهوية فيها التيقان كبار حتى هي عندها التيقان كبار الألومنيوم يعني راها مشمسة وهنايا كاينة الكوزينة ديال لأبارتمون اللي كيف ما قلتي لي شنو ما غيبقاش في الكوزينه النبيره غير النبيره هي اللي ما غتبقاش الثلاجه هي اللي ما غتبقاش فيه الكوزينه كتطلع على فصات ثانيه واقيلا ياك لا بارطون فيها بدو باسات تبارك الله الا لابارتمون فيها دو فاصاد وهذه هي لافاصاد الثانيه ديال هذا لابارتمون الكوزينه تبارك الله كيف مشيت دايره بالبلاكاريس من تحت لورنيه من فوق لورنيه يعني هذا الشيء كامل اصلاحات مولات هذه عملات هذه الاصلاحات وكامله مزلجه حتى السقف وهي مولات اللي عملت هذه الاصلاحات تبارك الله يعني اصلاحات ما حلها الصراحه الله يعني ابارتمون غادي تحتاجوا تصلحوا فيها والو من نهار كتجي وتسكن جيب غير الحيط بلا ما غادي تجيب الحيط ديالك حيت كتباع الفراش ديالها الا ولا بغيتي مثلا تعاودها بصباغه ولا تاخذ مثلا تينا تزوقها على حسب الذوق ديالك داكشي اللي كاين اما هي راه فيها الفراش ديالها كوزينه يعني غادي تشريها غير الثلاجه وصافي الا بغيتي تشري التلفازه وصافي اما هي راه كامله في مولا بيت العواول بيت الكلاس بالصالون بالفراش ديالها جيب الحيط ديالك كتجيب وليدات كل يوم حدا ليك طنجه وبالخصوص هاد لابارتمون اللي كيف مشيتو معنا اليوم اللي جات قريبه المرجان طريق الرباط طنجه اللي فيها 86 متر جات سفليه وفين جات بالضبط هاد لابارتمون هيدا جات حدا سوبر مارشي ديال طريق الرباط او شارع جيش الملكي حدا ملعب الكره ابن بطوطه جات قريبه من مجمع الحسني قريبه من زيات قريبه من برانس ثانيه من اهلان ومن سونتر فيم مع لي تونيل جداد قريبا من هادشي كامل اللي غاتيكم هندا وكتباع بالفراش اللي فيها فيها 86 متر ولا تسفليه اذا عجبتهم شنو عليهم هندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا غادي نجيبوكم تشوفوها ولا عجبكم هادشي اللي كنعملوا وبغيتو نجيو نصوروا لكم الشقق ديالكم بغيتو تكريوهم ولا تبيعوهم ما عليكم غير تعيطوا لنا
قلنا لهم جميع معلومات مالك غير تدعي مع الناس. واش مبروكه بعدا، الله يسهل عليكم كامل ليكم اخوتي خواتاتي، فاستعملوا الدور ديالكم وفتح لكم بما نرزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.